زي ما بيعرفوا الاهلي، مو بتعرف انت كابتن، ان انا احد اعمده الهلال في فريق نادي الهلال القدس، انا احد اعمده الهلال، فانا بلتزم بعقدي مع نادي الهلال. انا ضايل لي في عقدي مع نادي الهلال كمان سنه، وانا بلتزم بعقدي مع نادي الهلال، وما بيهمني يعني مين بيطلع ومين بيجي ومين بيروح، لانه نادي الهلال نادي كبير وما بوقف ولا على اي اسم. بمعنى يعني معروف الهلال طول عمره نادي كبير ما بوقف على اي اسم. انا ما بعرف يعني بالخصوصيات، هاي الخصوصيات عند الاداره، يعني ما بعرف مين اللاعب اللي وقع ومين اللاعب اللي غادر 100%، بس انا اللي بعرفه انه انا لي عقد مع الهلال كمان سنه وبلزم فيه يعني مع الهلال، وان شاء الله ان شاء الله يعني الاداره الموقره اللي عندنا بتقدر يعني تغطي اللاعبين اللي بيطلعوا وتجيب اسماء. دائما انا جلست جلسه يعني مع الاداره قبل يومين، وانا قالوا لي انه الاداره عندها عقد كمان سنه معنا بدك تلزم فيه بالمبلغ الفلاني وهيك وهيك. بمعنى انه كان في تجديد ثقه ما بين الطرفين، بينك وبين اداره الهلال كان في تجديد ثقه للموسم الجاي. جلسه يعني منيحه وحلوه، وانا التزمت بعقدي انه ضايل لي سنه مع الهلال، التزمت بعقدي وان شاء الله الامور بتكون طيبه والسنه بتكون طيبه يا رب. بس انا موجود في نادي كبير زي نادي هلال القدس، وبلزم بالعقد اللي انا موقعه مع نادي هلال القدس. في مش انه قصه مصاري وقصه هيك، انا عندي انتماء لنادي هلال القدس، لان انا نادي هلال القدس هو اللي سواني كلاعب، هو اللي اشهرني كلاعب، هو طلعني كلاعب. مين 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 المباراة اللي انت بتشوفها اقوى، هلال القدس مع المكبر في ديربي القدس، ولا هلال القدس مع شباب الخليل في الكلاسيكو اللي صار في السنوات الاخير ما بين الفريقين؟ انا طبعا دائما يعني بحكي بوسائل الاعلام كل انه انا بحب العب ضد شباب الخليل بالنسبه للقاعده الجماهيريه الكبيره تبعته، لانه احنا يعني اسف في الدوري الفلسطيني بتعرف فيش قاعدات جماهيريه كبيره، يعني المباريات اغلبها بكونش في جماهير كثير، فاحنا بنحب كلاعبين نلعب تحت يعني حضور جماهيري كبير، فدائما هذا موجود، هذا الشيء موجود في مباراه جبل المكبر ومباراه شباب الخليل. بس دائما مباراه شباب الخليل انا بحبها اكثر، يعني بتكون مميزه لي اكثر، لان انا هذا النادي بحترمه وبحبه، يعني عشان هيك بتكون يعني الشيء مميز اكثر.